على التليفون الدكتور احمد عبد الحميد. برحب بحضرتك معنا يا دكتور احمد. اهلا وسهلا بحضرتك والمشاهدين جميعا. اهلا وسهلا يا فندم. طيب يا دكتور، كلمنا عن المركز واسباب اختياره، وهيخدم بقى غير طبعا اسيوط، هيخدم ايه من المحافظات المجاوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو من اول ما بدات فكره انشاء المراكز القوميه لعلاج الفيروسات الكبديه، كان اول مركز يتم تشغيله في محافظات الصعيد كان مركز اسيوط لعلاج الفيروسات الكبديه. ده بيبقى فيه مجموعه من الاستشاريين في امراض الجهاز الهضمي والكبد بمديريه الصحه باسيوط، وباشراف جامعي من بعض اساتذه كليه الطب بجامعه اسيوط. يتم تقديم الخدمه فيه على مستوى عالي، واكبر نسبه من تردد المرضى في جميع محافظات الصعيد بتكون في مركز اسيوط. تمام. لذلك لما بدا اختيار 8 مراكز للبدء في تنفيذ العلاج الجديد للمرضى فيروسات الكبديه اللي هو السوبولدي، قامت اللجنه القوميه لفيروسات الكبديه بالمرور على مجموعه من المراكز، حيث تم اختيار مركز اسيوط ومركز بني سويف شمالا ليخدموا محافظات الصعيد. يعني 8 مراكز على مستوى الجمهوريه، منهم مركز اسيوط، منهم 2 في الصعيد، واحد اسيوط وواحد بني سويف. واحد بني سويف، فالمتوقع ان بني سويف يخدم المحافظات الشماليه ومركز اسيوط يخدم المحافظات الجنوبيه وشرقا طبعا بالنسبه لمحافظه البحر الاحمر، وغربا محافظه الوادي الجديد، ان هم دول يعتبروا الاقرب لاسيوط عن باقي محافظات الجمهوريه. طيب الناس بقى تعمل ايه؟ يعني المرضى بالفيروس هيتقدموا للمركز امتى وازاي، وايه الملف اللي هيروحوا بيه؟ يعني قول لي ايه الخطوات بقى العمليه يا فندم. هو من اول نشاه المركز من 2007 كل مريض بيبقى ليه سجل. بيبدأ كان ياخد العلاج السابق اللي هو عبارة عن الانترفيرون وبعض الأدوية الأخرى، الريبافيرين وما شابه ذلك. كانت نسبة الاستجابة بتبقى 50% في العلاج السابق، فبالتالي ال 50% الباقيين اللي لم يستجيبوا للعلاج ملفاتهم موجودة، وهم كلهم دلوقتي تقريبا اللي بيتساءلوا عن العلاج الجديد اللي اداهم أمل في الشفاء من مضاعفات التهاب الكبد الفيروسي سي. فهم بيسالوا يعني الملفات والتاريخ المرضي موجوده في المراكز دي بالفعل، يعني بتاعت الناس كل تطوره المرضي موجود. هيضاف بقى حاجه جديده حاليا قبل البدء بالعلاج دوت، هيتعمل حاجه لجهاز اسمه فايبر سكان عشان يقيس درجه التليف الفعليه اللي موجوده في الوقت الحالي حاليا. فبتتقسم درجه التليف الى 4 درجات، 1 و2 و3 و4. اللي في المرحله 1 و2 دي تعتبر لسه في البدايه، يبقى بالتالي مش مستعجل في الوقت القريب دوت. احنا بنبدا باللي عندهم 3 تليف درجه 3 و4 مع معايير اخرى زي السن من 18 الى 70 سنه، مع وجود عدم حدوث فشل في وظائف الكبد، عشان ده اللي بيحسن او بيزود فرصه ان العلاج بيدي نتيجه كويسه. المرضى هيبدا التسجيل ان شاء الله من النص الثاني من شهر 9. هتتبعت كل الناس اللي تنطبق عليها هذه المعايير الى القاهره للجنه القوميه، هتراجع تاني الملفات بتاعت هؤلاء المرضى اللي تنطبق عليه الشروط. بقى هنبدا ان شاء الله باذن الله. هتختارهم ازاي؟ الاختار ازاي بقى يا فندم؟ الناس هي اللي تتابع وتشوف ايه الاخبار، ولا حضرتكم ممكن يعني يكون في وسيله للتواصل معاهم؟ هو بالنسبه للي مقيمين في محافظه اسيوط وبيتلقوا العلاج من عندنا، المتابعه عندنا بتبقى سهله، وعندنا ارقام تليفونات بتاعت المركز الناس بتتابع بيها. لكن بالنسبه لباقي المحافظات اللي هيتلقوا العلاج من عندنا، يوم 9 و10 سبتمبر القادم ان شاء الله هيبقى فيه لقاءات كبيرة ومحاضرات تدريبية لجميع العاملين بالمركز في القاهرة في المركز القومي لعلاج الكبد. هناخد التعليمات الإدارية والتنظيمية الخاصة ببدء العلاج، وبالتالي هنلتزم طبعا بالتعليمات اللي هتجيلنا من اللجنة القومية للفيروسات الكبدية للبدء في تسجيل الحالات ثم العلاج إن شاء الله. إن شاء الله يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة.